ايه المكان الغريب ده؟ ده يا سيدي المكان اللي هتتدرب فيه. هتدرب على ايه؟ على كل حاجة هتحتاجها في شغلك معانا. على كده هقعد هنا كتير. بطل أسئلة وهات حاجتك يلا وتعالى. لا لا أنا بسأل بس عشان العم إسحاق. أصلي قلت له إني هتصل بيه وأقول له على أخبار المقابلات واتفاقات التسويق اللي بعملها هنا في فرق. من هنا ورايح ولحد ما نمشي مش عايزك تشغل نفسك بأي حاجة على الإطلاق غير التدريب وبس، فاهم؟ فاهم. واعمل حسابك كمان، من هنا ورايح ولحد ما نمشي برضو اسمك مش هيبقى عابد كرماني، هيبقى ديفيد كنعان، رجل أعمال إسرائيلي من حيفا بيشتغل في تصدير البرتقال اليافاوي لأوروبا، فاهم؟ ديفيد كنعان، أوكي. احفظ الاسم ده كويس وإوعى تغلط فيه، ديفيد كنعان. ويلا بقى يلا بلاش غلبة. ديفيد كنعان رجل عمل من حيفا يشتغل في تصدير البرتقال بس مكان تحفة. استنى انت يسلمك انا تعال. مستر ديفيد كنعان صديق من اسرائيل هيقعد معنا هنا كام يوم. اهلا وسهلا مستر ديفيد. اهلا وسهلا. محمود هو اللي هيوصلك لاوضتك فوق وهيبقى مسؤول عنك طوال مده اقامتك معنا. اتفضل مستر ديفيد. مستر ديفيد تفضل. يلا تفضل مستر ديفيد. طول ما انت موجود هنا الشباك ده متفتحش، مفهوم مستر ديفيد؟ هنا الحمام، في مياه ساقعة ومياه سخنة. أرجو إن الأوضة تكون عجبت حضرتك. حلو. حلو. شرحة وبرحة ودمها خفيف. حلو. العشاء هيكون جاهز كمان ساعة ونص ساعتين. حضرتك تحب تتعشى في الأوضة هنا؟ هو في مكان تاني؟ اه طبعا ممكن تتعشى في الصالة تحت. طيب في حد هيتعشى معايا؟ يبقى اتعشى هنا أحسن
هتأكلونا ايه؟ الموجود مستر ديفيد. اللي هو؟ حضرتك ممكن تاخد دش وتوضب هدومك على ما اجيب لك العشاء على هنا. عن اذنك. محمود. ايوه فندم. متهيألي تروح تجهز له العشاء. حاضر يا فندم. ايوه العشاء مستر ديفيد. ايه ده؟ ده العشاء مستر ديفيد. هو ده العشاء؟ العشاء الخفيف يخليك تنام مرتاح. خدمة تانية يا مستر ديفيد؟ استنى يا محمود، مش كده؟ مظبوط. بص يا محمود، أنا حكاية الأكل دي ما تهمنيش، إنما اللي يهمني حقيقي إنك تنزل حالا دلوقتي وتجيب لي كوباية قهوة كبيرة فرنساوي ومعاها شوية لبن. يلا. ممنوع. هو إيه اللي ممنوع؟ القهوة. ممنوع القهوة بعد الساعة 8، لكن لو تحب أنا ممكن أجيب لك كوباية لبن دافي. أنا مش عايز لبن دافي، أنا من الصبح ما شربتش ولا بق قهوة. آسف مستر ديفيد، ده النظام هنا، ممنوع القهوة بعد الساعة 8. طب انزل، انزل قول للأستاذ يوسف إني عايز أشرب قهوة، ولو مفيش أنا مش هكمل. مش هينفع مستر ديفيد، الأستاذ يوسف هو اللي حاطط النظام ده، والنظام ده بيتطبق هنا على الكل. ويا ريت حضرتك بعد ما تخلص عشاء تحط الصينية قدام الباب قبل ما تنام. عن إذنك. استنى. استنى يا محمود. خلينا نتكلم بالعقل شوية وفتح مخك معايا. أنا هنا ضيف عندكم. وبيتهيألي شكلي هطول كده معاكم. وهنبقى عشرة. صح؟ انت قلت لي ان هنا في نظام، انا بحترم النظام ده وبحترم اللي عمل النظام ده، لكن محمود بيه الدنيا دي فيها ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات، صح ولا انا غلطان؟ حضرتك عاوز توصل لايه؟ انا مش عايزك تخالف النظام ده، ولا عايزك تجيب لي قهوه، انا مش عايز اتسبب لك في مشاكل. كل اللي انا عايزه منك حته سلك كهربا صغير وشوية بن، وبلاش من السكر يا سيدي، مش عايز سكر. قلت ايه؟ مستر ديفيد، النظام ان حضرتك ما تشربش قهوة بعد الساعة 8 علشان تعرف تنام كويس، وانا هاجي اصحيك على الساعة 6. ستة؟ علشان التدريب.
حضرتك لو احتجت اي حاجه قبل ما تنام ممكن تدوس على الزرار اللي هناك اللي جنب السرير ده، هتلاقيني جيت لك على طول. لا 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 لا، انا مش عايز ادوس على الزرار ده، مش عايز منك حاجه، وصراحه كده انا مش عايز اشوف خليتك دي تاني. اتفضل. تصبح على خير مستر ديفيد. ايه رايكم؟ شخصيه غريبه قوي يا فندم. غريبه ازاي يعني؟ واضح انه عنيد ودماغه ناشفه ومش سهل، وعنده عيوب واضحه قوي في شخصيته. عيوب زي ايه؟ مندفع ومتهور وشكله مشاكس، وعنده الثقه في نفسه زايده شويه عن اللزوم. وهو ده بالظبط اللي عاجبني فيه، انه مش خانع، مش سلبي، بالعكس حاسس انه عنده عصب. بس اندفاعه وتهوره ده يا فندم خطر ويتخاف منه. خطر لو اتساب من غير سيطره. يعني مطلوب مننا ان احنا نبقى مسيطرين عليه طول الوقت. لا، مش احنا اللي لازم نسيطر عليه، هو اللي لازم يتعلم يسيطر على نفسه. وهي دي بقى مهمتنا الاساسيه، ان احنا نمرنه وندربه ازاي يتصرف بعقله مش بغريزته، وازاي يسيطر على انفعالاته.
طيب صباح الخير مستر ديفيد. البس اللبس ده وانا خمس دقايق وهاجي اخدك على طول. هتاخدني على فين؟ التدريب. طب والفطار يا محمود؟ الفطار الساعه 8 الا ربع، انما انا ممكن اجيب لك عصير على الساعه 7:30 بعد ما تخلص تدريبات التربيه البدنيه. تربيه بدنيه ايه دي مستر ديفيد؟ يلا ما عندناش وقت. تربيه بدنيه. تفضل مستر ديفيد، تعال. صباح الخير. احنا تقابلنا قبل كده؟ اول حاجه هنعملها هنسخن لمده 5 دقايق، واحسن حاجه للتسخين وفك العضلات هي الجري. عايزك تلف الصاله دي 10 مرات. 10 ايه؟ يلا. أسرع. اجري. أسرع من كده. ارفع راسك لفوق. أسرع. اشمط بطنك. أسرع. كمل. من الواضح انك بتدخن كتير. انت شايف ايه؟ انا شايف انك تخفف، ويكون احسن لو بطلتها خالص. هحاول. معاك سجارة؟ يلا عشان نعمل تمرين لعقلة. عقلة؟ يلا. عقلة ايه؟ اما نشوف اخرتها ايه. رايح اشرب بق مية. العصير مستر ديفيد. ما انا شايفه. قبل ما تاخد حمامك الفطار هيكون جاهز ومع القهوه الفرنساوي باللبن اللي انت طلبتها مني. شكرا يا محمود. على فكرة مستر ديفيد، للأسف احنا ما عندناش هنا عمال نظافة. يا ريت تبقى تلم هدومك وتوضب اوضتك وترتب سريرك قبل ما تخرج. انا هستناك في الصالة تحت الساعة 8 بالظبط علشان الدرس اللي جاي. مستر ديفيد، في ميعادك بالظبط. انا اسمي نافع ومتهيالي هكون نافع ليك جدا. اهلا يا مستر نافع. انا هعلمك ازاي تستقبل الرسائل وترسلها بطرق مختلفه، لاسلكي، مورس، حبر سري، شفره، كله مستر ديفيد، كله. انا جاهز. اتفضل معايا. دلوقتي هنبتدي بده. ده جهاز ارسال مورس. مورس دي لغه بتستخدم النقط والشرط بدل من الحروف. يعني لو بصيت على السبوره اللي هناك دي هتلاقي كل الحروف اللاتينيه والمقابل ليها بلغه المورس. ودي اللي لازم تحفظها صم، كل حرف والرمز بتاعه. بدأنا البرنامج يا فندم والحمد لله. فكرك يعني هيبقى جاهز خلال المدة اللي احنا متوقعينها؟ ده متوقف على حسب المجهود اللي هيبذله يا فندم ومقدرته على الاستيعاب. أهم حاجة انه يتدرب كويس. طبعا يا فندم. على فكرة الناس هنا سألوني عليك امبارح. خير يا فندم. عاوزين يطمنوا عملت ايه مع الهدف بتاعك؟ طمنهم سيادتك يا فندم وقول لهم ان كل الخطوات ماشيه حسب الخطه الموضوعه، ولو تحب سيادتك انا ممكن ابعت تقرير مفصل بكل اللي تم تنفيذه من الخطه لغايه دلوقتي. لا 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 لا، مفيش داعي، خليك انت في شغلك، وفي اخر المده جهز لنا تقرير وبهاته معاك وانت راجع مصر. امرك يا فندم. يوسف
ما تنساش باقي الأطراف، إسحاق رينا في باريس وأهل عابد في إسرائيل. كله معمول حسابه يا فندم. ربنا يوفقك يا يوسف. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. يوسف، يوسف، سليمان وصلني تاني بيوسف. ها، ايه الاخبار يا محمود؟ كله تمام يا فندم، الجدول مش مظبوط. هايل. طب هو الو؟ ايه يا يوسف، بقولك ايه، كنت حانسة. خير يا فندم؟ بنتك هدى عيد ميلادها بعد يومين، قلت افكرك. شكرا يا فندم، انا فعلا كنت ناسي. انا برضو قلت كده. طيب عموما ابعت لها كارت من عندك، وانا هبعت لها هدية باسمك. هي عمرها كام دلوقتي؟ 9 سنين يا فندم. ما شاء الله، عقبال ما تفرح بيها يا يوسف. قولي بقى ابعت لها ايه؟ اي حاجة منك مقبولة يا فندم. اي حاجة يعني ايه؟ اي حاجة يا فندم. وبعدين معاك يا يوسف، قولي اجيب لها ايه؟ بنتك بتحب ايه؟ ما تنطق يا يوسف، اجيب ايه لبنتك؟ هات لها دبدوب يا فندم. ايه؟ قلت ايه؟ دبدوب. دب يعني؟ بالظبط كده يا فندم. طب يا اخي ما تقول كده من الصبح، غلبتني معاك. انا اسف جدا يا فندم. حاضر يا سيدي، هبعت لها دبدوب. بالنسبة للكارت اللي انت هتبعته، ضروري يكون من بلد تانية غير اللي انت فيها. من غير ما تقول سيادتك فندم. مع السلامة يا يوسف. الله يسلمك يا فندم. هيا محمود، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول حضرتك ان الجدول ماشي تمام. قول لي هو فين دلوقتي؟ مع نافع، بيتدرب على وسائل الاتصال واستخدام لغة المورس. وريني كده. اتفضل. ايه ده؟ ايه في حاجة؟ في حرف غلط هنا، المفروض دي ام مش ام. الام شرطتين مش شرطة واحدة مستر ديفيد. انا اسف، انا غلطت. مفيش حاجة اسمها اسف ولا غلط، الخطأ غير مسموح بيه في شغلنا. جدول المرس ده عايزك تحفظه صم وامتحنك فيه تاني بكرة. كل ده علشان غلطة واحدة؟ غلطة واحدة في شغلنا ممكن تسبب كارثة. المهم دلوقتي هنتكلم عن الشفرة. في انواع شفرة كتير جدا، ابسطهم هي شفرة الارقام. امسك الكتاب ده. الكتاب ده او اي كتاب تاني هنتفق عليه هيكون هو مفتاح الشفرة. والشفرة عبارة عن 3 ارقام، الرقم الاولاني هو رقم الصفحة، والرقم التاني هو رقم السطر، اما الرقم التالت هو رقم الكلمة. جاهز؟ جاهز. اكتب عنه. 7 6 15، يعني صفحة 7، السطر 6، الكلمة 15. اخبار السجاير معاها ايه؟ العلبة اللي معاه مش باقي فيها غير سجارة او 2، بس مش عارف اذا كان معاه علبة تانية ولا لا. وايه اللي فاضل عنده بعد كده؟ التدريب على قوه الملاحظه مع السيد عبد الحميد. ها، جاهز مستر ديفيد؟ ايه المطلوب مني بالظبط؟ دي حاجه بسيطه قوي، انا هفتح كل صندوق من دول والمطلوب منك انك تعرف ايه اللي جواه بالتفصيل. دي سهل. نبتدي؟ اه طبعا. الصندوق كان فيه ايه؟ كور. برافو مستر ديفيد. كم واحدة؟ 24 25 27، حاجة يعني زي كده. ألوانهم إيه؟ نعم، ألوانهم كانت إيه؟ أصفر وأزرق وأظن أبيض. كم واحدة بيضة وكم واحدة زرقاء وكم واحدة صفر؟ لا الحقيقة بقى مش فاكر. الصندوق مستر ديفيد فيه 30 كورة، 13 واحدة بيضة، 8 وحدات زرق، 8 وحدات صفر، وواحدة حمراء. ما انت قفلت الصندوق بسرعة؟ المطلوب منك انك تعرف بالسرعة ديت الصندوق كان فيه ايه بالتفصيل. اوكي مستر ديفيد؟
اتفضل معايا. يا محمود ايه الاخبار؟ كله تمام يا فندم. قول لي، هو النهارده المفروض انه في انهي بلد؟ حسب البرنامج الموضوع المفروض النهارده بالليل هيسيب بروكسل، بعد كده هيطلع على امستردام في هولندا. هيقعد هناك 5 ايام في فندق جراند هوتيل، ومن هناك هيطلع على ميونخ في المانيا. ورق الاوتيلات والكروت بوستال جاهزه؟ كله جاهز يا فندم. طيب عايزك بقى تجيب لي ورق الاوتيل بتاع امستردام علشان اخليه يكتب جواب يبعته لاسحاق هنا في باريس، وكارت بوستال لاهم المعالم السياحيه في روما علشان يبعته لوالدته في حيفا. وبالمره بقى معلش يا محمود، شوف لي كارت بوستال لاهم معالم سويسرا السياحيه علشان ابعته لهدى. هدى مين يا فندم؟ هدى بنتي، عيد ميلادها كمان يومين. كل سنه وهي طيبه يا فندم، وربنا يخليها لسعادتك. وانت طيب يا محمود. هو المفروض عنده ايه بعد ما يخلص مع عبد الحميد؟ عنده راحه لمده نص ساعه، وبعد كده يبدا تمرين الدفاع عن النفس. كويس قوي. روح له يا محمود. حاضر. ايه يا محمود، ساعة لما ترد على الجرس يا اخي. تحت امرك مستر ديفيد. محمود، السجاير اللي معايا خلصت، عايزك تروح وتجيب لي سجاير بسرعه. اجيب لك سجاير من فين مستر ديفيد؟ من اي دكان جنبنا هنا. جنبنا هنا مفيش دكاكين، احنا في حته مقطوعه، وبعدين اقرب بلد مننا هنا على بعد 15 كيلو. طب شوف لي اي حد بيدخن استلف لي منه سجاره. هنا مفيش حد بيدخن. يوسف بيدخن، انا شفته قبل كده بيدخن استلف لي منه سجاره. يلا. اسف مستر ديفيد، انا ما اقدرش اطلب حاجه زي كده من مستر يوسف. حضرتك لما تقابله ممكن تكلمه في الحكايه دي، انما انا سوري. طيب اعمل ايه انا بقى؟ اعمل ايه دلوقتي؟ متهيألي دلوقتي تجهز للدرس اللي جاي. مستر ديفيد اتفضل. ايه؟ هي الحصة اللي جاية هتبقى برا؟ ايوه. اتفضل معايا. تاني؟ مستر ديفيد، الأوضة اللي هناك دي فيها لبس، يا ريت تروح تلبسه وتخرج. دي؟ اتفضل مستر ديفيد. اتفضل مستر ديفيد. ايه اللي انت لابسه ده يا محمود؟ عامل في نفسك كده ليه؟ نفس اللبس اللي حضرتك لابسه، لبس الكاراتيه. هو الدرس ده درس كاراتيه؟ بالظبط مستر ديفيد. الدفاع عن النفس. ومين اللي هيديني الدرس ده؟ اوعى تقول لي انت يا محمود. ده بعد اذن حضرتك مستر ديفيد. اتفضل. لو سمحت. ايه؟ اقلع الجزمه قبل ما تطلع على البساط. لا اقلع انت الاول. اقلع الجزمه مستر ديفيد.
ايه ده؟ اعملها تاني يا محمود، هتطلع معاك احسن. يلا اهجم عليا يا مستر ديفيد، حاول تضربني. انت عايزنا اضربك بجد يا محمود؟ ايوه. بلاش، ممكن ازعلك واعورك. حاول مستر ديفيد، حاول. يا جماعة يا جماعة، ما بليد حيلة، انا حذرتك، انت اللي جبته لنفسك. قبل ما تهجم لازم تفكر هتعمل ايه، ولازم تفكر صح. تندفعش مرة واحدة كده معتمد على قوة عضلاتك وبس. القوة الحقيقية مش في ايدك ولا في عضلاتك، القوة الحقيقية هنا. وانا دايما هاكل لوحدي كده، مفيش حد من الموجودين هنا هياكل معايا ولا ايه؟ الكل سبقك واكل. سيجارة؟ يا ريت. سمعت انك النهارده عملت شغل مش بطل. هما قالوا لك؟ بس انت لسه قدامك شغل كتير، محتاج منك لتركيز ومجهود كبير. هتقدر؟ هحاول. لا، عندنا مفيش حاجة اسمها هحاول، يا تقدر يا ما تقدرش. هقدر. هنشوف. امسك. ايه ده؟ ده ورق فاضي. انت هتملاه. هكتب فيه ايه؟ هتكتب جواب لإسحاق رينا في باريس، تقول له فيه انك شغال كويس قوي، وانك اتفقت على صفقة مع شركة يونايتد بمبلغ كبير مقابل تصدير الحلويات الشرقية لبلجيكا، وانك حاليا موجود في هولندا بتتفق على صفقة كبيرة قوي، وبعد هولندا هتطلع ألمانيا ومنها النمسا، واخيرا هتبقى إيطاليا. طب ولما ارجع باريس ويسألني على الصفقات دي هقول له ايه؟ مش هتبطل تسأل أسئلة غبية بقى؟ ماشي. وقول له يسلم لك على بولينا بتاعت الزيت، ها؟ وقول له إنك جبت لها هدية كويسة قوي. هو أنا فعلاً هجيب لها هدية؟ تاني؟ ياه، برضو. أنت هتاخد الهدية معاك وأنت راجع وهتقدمها لها بنفسك. في آخر الجواب اكتب تاريخ بكرة مش النهاردة. مفهوم؟ مفهوم. الكارت ده اكتب فيه كلمتين لوالدتك، طمنها عليك وعلى المصنع في اوبرفيل، وما تنساش تقول لها سلم لك على خالتك كلير، وبالمرة على جاكوب. ايه؟ في حاجة؟ انا كنت عايز اسألك سؤال مش غبي، وعايزك تجاوبني عليه بصراحة لو سمحت. اسأل. اصل جاكوب وخالتي كلير اتجوزوا قبل ما اجي لفرنسا المرة دي. انا كنت عايز اعرف بس، هو اتجوزها عن حب ولا بينفذ تعليماتكم؟ عابد، محدش في الدنيا دي كلها بيتجوز من غير حب، حتى لو كان بينفذ تعليماتكم.